تعالوا شوفوا بقى الجزيرة. في الجزيرة كان مذيع في الجزيرة بيقول ايه، اتكلموا قال له امتى الارهاب هيتوقف؟ فاكرين محمد البلتاجي لما قال الارهاب سيتوقف في سيناء فور الافراج عن مش عارف مين ومين ومين ومين؟ تعالوا شوفوا الراجل ده قال ايه عكس دي وصح 100%. اسمعوا. مش فاهم انت جايبني تكلمني عن حادثه سيناء، الارهاب لن يتوقف في سيناء الا حينما يتم اعدام قيادات جماعه الاخوان المسلمين. طيب. دي خلاصه هذه المرحله اللي احنا مش عايزين لسه الدوله تعترف بها، حينما يتم اعدام بعض القيادات سيتوقف الارهاب في سيناء، مثلما توقف او قل العمليات وعددها حينما تم اعدام بعض المقبوض عليهم في قضايا خلايا. طيب. ومتى سيسمح النظام في مصر للمصريين بالتعبير عن ارائهم والتظاهر والحق في التحدث وعدم الخوف وتفتيش الموبايلات؟ متى؟ انا عايز نرجع لوقت ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما كان في لقاء تلفزيوني وكان في ذلك الوقت مرشحا، قال انه انا لن اسمح بالتظاهر. والحقيقه انه اغلب المتظاهرين دول بيتظاهروا بدون اذن، فالمساله مش مساله تليفون او مساله كذا، ولكن مساله انه التظاهر بدون اذن وبدون موافقه الدوله هو نوع من انواع بث الفوضى اللي احنا كنا انتهينا من هذا الامر. فلو حضرتك بتتكلم على حريه التظاهر، انا اعتقد انه بدون تصريح لا يجب ان يسمح لاي تظاهر، ويجب ان يكون العقوبات المشدده يتم التعامل بها، يجب ان يحبس اي شخص يقبض عليه متظاهر او يسعى للتظاهر بدون اذن من الدوله. يعني هو عمال المذيع في قطر وفي الجزيره بيتكلم بيقول لك تظاهر وتظاهر، هل يجرؤ هذا المذيع ولا اللي مشغله يتكلم عن تظاهره من فردين في قطر؟ ده سؤال بفتحه وبطرحه للجميع. اسبوع كان فيه تفاصيل كثيره، لكن العبره في النهايه بانتصار هذا الشعب، بينتصر بوعيه وبايمانه وبتكاتفه. دمتم في امان الله.